relations exist العلاقات الموجودة between بين the solutions of a linear system AX equal B حلول النظام الخطي الغير متجانس and the row space فضاء الصف column space فضاء العمود and the null space الفضاء الصفري of matrix A للمصفوفة A. إذا نشوف شو هي العلاقات الموجودة ما بين حلول النظام الغير خطي وفضاء الصف فضاء العمود والفضاء الصفري. If AX equal B such that A equal A11, A12, A1N, A21, A22, A2N, AM1, AM2, AMN, size M by N. And the X equal, مدخلات ال X, X1, X2, XN. طبعا يا جماعة لازم يكون مدخلات ال X هو عبارة عن عددهم لازم يكون N. السبب من حتى تتم عملية الضرب زي ما بنعرف انه لازم يكون عدد الكولومز بالماتريكس A مساوي لعدد الروز بالفيكتور X. طيب عند حاصل ضرب ال A بال X فالناتج راح يكون A11X1 بلس A12X2 بلس A1NXN. هذا بالنسبة للفيرست رو. السكند رو A21X1 بلس A22X2 بلس A2NXN. أما اللاست رو راح يكون AM1X1 بلس AM2X2 بلس AMNXN. هذا الفيكتور الناتج بقدر أعبر عنه بهذا الشكل equal. لاحظ هنا إنه مدخلات الفيكتور اللي عندنا هم عبارة عن معاملات للإكس 1 A11 A21 AM1 مضروب بعدين بإكس 1 بلس A12 A22 AM2 معاملات الإكس 2 بلس عندنا هنا معاملات الإكس N A1N A2N AMN بعدين المضروب بالإكس N. طب حتى أتأكد إنه هذا اللي عملته أنا صحيح، شوفوا هنا لو دخلنا الـ X1 على الـ First Column والـ X2 على الـ Second Column والـ XN على الـ Last Column وجمعنا فراح يظهر عندك هذا الناتج equal. الفيكتور الأول استبدلته بـ C1 اللي هو الـ First Column العمود الأول، بعدين هنا X1 بلس عندك هنا X2 مضروبا بال C2 السكند كولوم بلس XN مضروبا بال CN اللي هو اللاست كولوم. Thus لهذا a linear system AX equal B النظام الخط الغير متجانس can be written as نستطيع كتابته كالآتي X1 C1 plus X2 C2 plus XN CN equal B. يعني هنا احنا بدينا هون AX equal B فال AX هو عبارة عن X1 C1 plus X2 C2 plus XN CN وسويته بالطرف الأيمن هو عبارة عن البي. طبعا هنا ننتبه يا جماعة انه ال C1 وال C2 انه C1 والفيرست كولوم C2 second column و CN last column وال X1 وال X2 وال XN هذول عبارة عن مجاهيل. وبالنسبة لل B اللي هو الطرف الأيمن من ال non homogeneous system. طيب هذه المعادلة من هون نضع إشارة ستار إنه راح نحتاجها. عندنا هون theorem نظرية a system of linear equations نظام المعادلات الخطية AX equal B الغير متجانسة is consistent
متلائمة أو متناسبة. إذن مناسب أو ملائم. If and only if, إذا وفقت إذا. ال beam is in the column space of A. إذا كان ال beam هو موجود داخل فضاء العمود للماتريكس A. بس هون خلينا نوضح شو المقصود، انه متى النون هوموجينيوس سيستم يسمى كونسيستنت، متى بنسميه ملائم او مناسب. النون هوموجينيوس سيستم يسمى كونسيستنت اذا كان يمتلك حل، واحنا بنعرف انه بيمتلك حل عندك بحالتين، اما اليونيك او الانفينيتلي. اذا يا جماعه اذا كان النون هوموجينيوس سيستم بيمتلك حل فبالتالي يسمى كونسيستنت، أما إذا كان لا يمتلك حل فبالتالي يسمى is not consistent، غير ملائم أو غير مناسب. إذا هيك صارت واضحة متى النون هوموجينيوس سيستم بنسميه consistent. طيب زي ما بنعرف ب set theory، نظرية مجموعات، إنه شو المقصود بالإف أند والإف؟ إنه الطرفين بيكون عندي equivalent. كيف يعني equivalent؟ يعني إذا تحقق الطرف الأول الطرف الثاني بتحقق، والعكس صحيح، إذا تحقق الطرف الثاني الطرف الأول أيضا بتحقق، وأيضا النيجيشن بيكون صحيح، إذا الطرف الأول ما تحقق الطرف الثاني ما بتحقق، أو إذا كان الطرف الثاني غير متحقق فبالتالي الطرف الأول بيكون غير متحقق. فهون يا جماعة بنلاحظ، خلينا نربط ما بين حلول السيستم ومصطلح جديد مر معانا قبل شوي اللي هو الكونسيستنت، وإنه الـ B is in the column space of A. إنه إذا كان السيستم أو النون هوموجينيوس سيستم إذا كان بيمتلك حل فبالتالي يسمى if and only if، يسمى consistent. وإذا كان consistent باستخدام النظرية فإن الـ B بتكون موجودة بالـ column space of A. الحين الـ negation، إذا كان السيستم لا يمتلك حل فبالتالي على الأكيد إنه لا يسمى consistent، وعلى الأكيد أنه الـ B ما بقع في الكولوم سبيس of A. أكيد راح تسأل طب كيف يعني الـ B موجودة بالكولوم سبيس of B، بالكولوم سبيس of A. يلاحظ هنا هذا الصيغة اللي حكينا عنها قبل شوي، يلاحظ هنا إذا كان السيستم له حل، يعني في قيمة للـ X1، في قيمة للـ X2، في قيمة للـ XN، في حل. طيب معناته بهذه الحالة أكيد هذا الناتج، شو راح يكون الناتج عندك هنا؟ B. طيب نرجع قبل شوي للـ column space of A، لما حكينا أنه اللي بيولد الـ column space of A هو عبارة عن أعمدة الماتريكس N. تمام، بالتالي يا جماعة إذا كان مجموع، إذا كان هذا المجموع أو ناتج هذا المجموع زي ما حكينا هو بيكون عنصر وين موجود؟ بالكولوم سبيس اوف A. فأنا عندي هون بما أنه في حل، يعني في قيمة للـ X1 وفي قيمة للـ X2 وفي قيمة للـ XN، إذا معناته المجموع راح يكون هو عبارة عن B. إذا أكيد الـ B وين راح تكون موجودة؟ بالكولوم سبيس اوف A. أتوقع صارت واضحة. عندنا هون example given that، معطينا هنا الـ non-homogeneous system minus 1 3 2 1 2 minus 3 2 1 minus 2 x1 x2 x3 equal will be 1 minus 9 minus 3 show that، برهن أنه الـ B is in the column space of A، موجود بفضاء العمود للماتريكس A، and express B as a linear combination of the column vectors of A. وبعد هيك عبر عن الـ B كتركيب خطي لأعمدة الماتريكس A. طيب السؤال كيف بدي أبين إنه السيستم، أو كيف بدي أبين إنه الـ B موجود بالكولوم سبيس of A؟ زي ما حكينا لازم إنه يمتلك حل. طيب نيجي هون يا جماعة على determinant الـ A. لما أوجد أنا determinant الـ A فالناتج عندي هنا minus 17،
لا يساوي زيرو. وزي ما بنعرف سابقا انه اذا كان الديتيرمينت في النون هوموجينيوس اذا كان لا يساوي زيرو معناته في عندك هون يونيك سوليوشن. بما انه يونيك سوليوشن اذا معناته السيستم هو عباره عن كونسيستنت. وبناء على النظريه اذا كان كونسيستنت معناته البي راح يكون موجود بالكولوم سبيس اوف اي. اذا يا جماعه لهون شوف لما اوجد قيمه الديتيرمنت وظهر عندي لا يساوي زيرو اذا هيك انا بينت انه البي موجود بالكولوم سبيس اوف اي. طيب الحين راح تسال طيب شو اهميه الجاوسن اليمينيشن؟ ليش احنا نحل السيستم؟ لان يا جماعه انا بدي اكتب البي في مطلوب ثاني هنا بالاكزامبل مطلوب ثاني لازم اكتب البي كتركيب خط من اعمده الماتريكس ام. يعني لازم اكتب هذا الفورم اللي هي الستار اللي عندي هون بدي اكتب البي كتركيب خط من اعمده الماتريكس ام. يعني انا بدي اوجد الاكس 1 والاكس 2 والاكس 3. طبعا السي 1 معلوم عندي والسي 2 معلوم والسي 3 معلوم. بالتالي هون باستخدام الجاوسن اليمينيشن طبعا الكل بيعرف يستخدم الجاوسن اليمينيشن راح يظهر عندك هون باستخدام الار 3 انه الاكس 3 3 باستخدام الار 2 راح يظهر عندنا الاكس 2 ماينس 1 وباستخدام الار 1 راح يظهر عندنا الاكس 1 عباره عن 2. بالتالي هون شوفوا هنا يا جماعه since بما ان the system is consistent اذا كان بما ان السيستم هو ملائم ال B is in the column space of A moreover اكثر من ذلك from star we have اي يا جماعه هنا هي قيمه الاكس 1 2 مضروبه بالفيرست كولوم سي 1 بعدين الاكس 2 ماينس 1 مضروبه بالسي 2 السكند كولوم بلس الاكس 3 قيمتها 3 مضروبه بالسي 3 الثيرد كولوم ايكوال هون عندنا البي. اذا هيك انا عبرت عن البي كتركيب خطي من اعمده الماتريكس A. تركيب خطي لاعمده الماتريكس A. example determine whether B is in the column space of A. بحكي هون حدد ما إذا كانت ال B موجودة بال column space of A and if so وإذا كانت كذلك express B as a linear combination of the column vectors of A. عبر عن ال B كتركيب خطي من أعمدة الماتريكس A. معطينا هون ال A ومعطينا ال B. هون يا جماعة determinant ال A equal 16 لا يساوي 0 إذا هون عن unique solution. إذا معناته السيستم هو عبارة عن consistent. بما أنه consistent إذا معناته ال B هو موجود بال column space of A. إذا هذا الجزء انتهينا منه. الحين كون ال B موجود بال column space of A الجزء الثاني من الإكزامبل بدي أعبر عن ال B ك linear combination كتركيب خطي of the column vectors of A. بالتالي هون باستخدام الجاوسن اليمينيشن ببدا بالاوجمانتد ماتريكس الماتريكس ام الماتريكس بي وبعد هيك نصل الى الرو اشلون فورم قيمه الاكس 3 1 باستخدام الار 2 قيمه الاكس 2 ماينس 3 وقيمه الاكس 1 باستخدام الار 1 قيمته 1. بالتالي هون يا جماعه هون بدل اكس 1 1 هون عندنا السي 1 سي 1 يا جماعه هون اللي مش عارف شو المقصود بالسي 1 هي ال 1 9 3 الفيرست كولوم. بعدين عندنا هون الاكس 2 قيمته ماينس 3 بالسي 2 ماينس 1 3 1 وبلس السي الاكس 3 1 بالسي 3 1 1 1 ايكوال 5 1 ماينس 1. طيب بي معطينا الاي والبي لما اوجدنا هون الديتيرمنت الاي اعطانا 0
احنا زي ما بنعرف انه اذا كان determinant الاي لا يساوي زيرو في حاله النون هوموجينيوس فكان عندي هناك خيارين اما نون سوليوشن او انفينيتلي ماني سوليوشنز. يعني انا بصراحه انا مش عارف احدد انه هل البيم موجوده بالكولوم سبيس اوف اي او انها غير موجوده بالكولوم سبيس اوف اي. بالتالي بهذه الحاله ما امامي غير اني احل السيستم باستخدام الجاوسيان اليمينيشن الاوجمانتد ماتريكس. وفي النهايه عندنا هنا بنلاحظ عندنا هنا الروشلن فورم السيستم المكافئ x1 minus x2 plus x3 equal 2 x2 minus x3 equal minus 1. يا لاحظوا عندك هنا x1 و x2 هم عبارة عن leading فبالتالي x3 هو عبارة عن الفريم. let x3 equal t then final x2 equal minus 1 plus t باستخدام ال r1 بستبدل قيمة ال x2 minus 1 plus t ال x3 بستبدلها ب 1 بالتالي راح يظهر عندي قيمة ال x1 عبارة عن 1. إذا لاحظ يا جماعة إنه السيستم بيمتلك حل ونوعه infinitely فبالتالي بهذه الحالة السيستم يسمى consistent فبالتالي بهذه الحالة راح يكون ال b موجود بالكولوم سبيس اوف a. وكون ال b موجود بالكولوم سبيس اوف a هنا بدي أكتب ال b كلينير كومبينيشن للكولوم فيكتورز اوف ام اي قيمه الاكس 1 1 سي 1 1 1 ماينس 1 الاكس 2 ماينس 1 بلس تي او تي ماينس 1 السي 2 ماينس 1 1 وماينس 1 بلس تي الاكس 3 بي السي 3 1 ماينس 1 1 ايكوال بي 2 0 0. سيم معطينا الماتريكس A ومعطينا B. بعد ما نحسب determinant الماتريكس A كان الناتج عندنا هون زيرو زي ما حكينا في فرع B ما راح نستفيد من انه السيستم ممكن يكون له no solution ممكن يكون له infinitely بالتالي بهذه الحالة لازم نستخدم Gaussian elimination ونحل السيستم. بالتالي يا جماعه هنا كون الديتيرمنت عندنا هو عباره عن زيرو اذا باستخدام الجاوسن اليمينيشن بدنا نحل السيستم. وهنا ببدا بالاوجمانتد ماتريكس وبحول الماتريكس ام الى روشن فورم فواضع عندك هنا زيرو وهون عندي ثلاث اذا معناته هنا راح يكون عندك نو سوليوشن. واذا كان نو سوليوشن زي ما حكينا انه معناته السيستم از نوت consistent غير ملائم فبالتالي بهذه الحالة ال B غير موجود بالكولوم سبيس of A. Then هنا ال B is not in the column space of A.